أول برنامج جهوي اللي تم التأشير عليه على الصعيد الوطني، واللي فيه 51 برنامج ومشروع. لما كنقولوا برنامج ومشروع يعني كاين البرنامج اللي فيه 20 مشروع أو 30 مشروع. إذا خديت المشاريع كل واحدة كل واحد بوحدو صغير ولا كبير راح نفيتين 100 مشروع، ولكن كاين مشاريع كتعاود مثلا يعني الماء الصالح للشرب في العادات الجامعات، كل جامعة عندها مشروع ديالها. كاين محاور كثيرة وكان أهمها اللي مشينا فيها هو اللي داخله في اختصاصات الجهة باش ما يكونش يعني واحد تنافس غير لا جدوى فيه بيننا وبين جماعات أو بيننا وبين مؤسسات أخرى. وفي هذا الإطار هذا كاين يمكن نقول بأن عطينا واحد أولوية كبيرة وكبيرة جدا في مختلف التخصصات لواحد المحور اللي ممكن تلقاوه فيهم كاملين هو التشغيل. إن جهتنا معروفة كتستقطب الناس، كيجيو الناس يقلبوا على العمل، ونسبة البطالة عندنا مرتفعة جدا، ربما هي الأولى أو الثانية، لأن كيجيو الناس من كل مناطق المغرب بل حتى من الخارج. دونك عطينا لهذا التشغيل أولوية كبيرة في التكوين في التأطير المقاولات الصغرى والناشئة ستارت أب، داك الاتفاقيات مع دي بيبينيير دونتربريز مع هكذا باش يكونوا يعني نساهموا في التكوين لصالح المقاوله والتشغيل. عندنا كذلك اتفاقيات لاعاده تكوين بعض حاملي الشواهد باش يوليو قابلين يدخلوا في سوق الشغل من خلال برامج مثلا ديال الثقافه ما تتبعتم البرامج الثقافة. المحور الأساسي ديالها هو المقاولة الثقافية، لأن بغينا نكونوا الناس باش يكونوا هادشي، ولكن في نفس الوقت يعني مهرجانات خص لي سيرة سياحة ثقافية خص لي عارف يمشي معها. دونك كاين خلق مناصب شغل في هادشي. ما كنتكلم على المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية ديال القرب، علاش؟ باش نسهلوا التشغيل ديال الشباب ويكون التشغيل قريب من الساكنة. ان زون اندستريال ديال 200 هكتار كتكون كبيرة، ولكن ديال 5 هكتار و 10 هكتار كتكون قريبة من الساكنة، وكتكون يعني هذوك الساكنة عيالات شباب رجال انهم يلقاو العمل. هذه ديال اهل الغلام 10 هكتار تخدم لها تقريبا 4000 واحد، وقريبة وكاين ساكنة كثيرة ديال سيدي بوم من تما اللي غتخدم. دونك هادو امور ديال التشغيل. المحور الثاني اللي عطينا اهميه كثيره بزاف هو التنقل. علاش؟ لان يعني ما كنشوف ما كتنقل راه كاين النقل وكاين الطرقات، يعني البناء ديال الطرقات اللي غادي يعني في كل عزله على بعض المناطق وينقصوا من الضغط اللي كاين من داك الازدحام اللي كاين، ولكن في نفس الوقت سياسه ديال التنقل مبنيه على النقل العمومي باش الانسان ما يبقاش فوقاش ما بغى يتحرك يهز الطوموبيل بوحداته غادي فيها، لان يكون القطار الترامواي الحافله الكبيره فيها شي ناس والكيران بالنسبه لهذا والتاكسيات الكبار حتى بغا يدخلوا في واحد المنظومه اللي غتكون يعني غيربحوا فيها ويكون فيها داك الشيء منظم. وباش يعني انا ملي نخرج من داري ما بغيتش ناخذ الطوموبيل ندخل للتليفون ديالي وما نعرفش من طريقه نشد والتكلفه اللي غتطلب مني. دونك هذا هو الشيء غادي يمشي تدريجي شويه بشويه، وغادي نعطيو للسكك الحديديه بكل مكوناتها الاهميه القصوى، لان هي اللي كتهز اكبر عدد وهي اللي ما كتلوتش، لان التلوث راه هو من المعايير الاساسيه ديال هذا الشيء. ف والمحور الثالث هو العالم القروي. ياك مازال ما هضرش عليه. العالم القروي اللي هو يعني عندنا تقريبا 20% من الساكنه ديالنا في العالم القروي، ولكن عندنا 125 جماعه على 154 جماعه عندنا، منها 125 في العالم القروي اللي خص اولا تولي اطار الحياه فيها مزيان، ما ضو طريق الانترنت
المستشفى المدرسة البوسطة البنكة لاسيورونس واحد العدد ديال الخدمات زيادة على بعض التجهيزات الترفيهية باش اللي ساكن في واحد المنطقة يعني الفكرة هو يكونوا عندنا مراكز صعيدة بحال عاصمة ديال واحد المجموعة ديال الجامعات اللي يلقاو فيها هذه الخدمات العمومية اللي تعفيهم من التنقل للمدينة يوميا نجي خصني باش نمشي ندير يعني واحد مقارب معينة خصني لابد ناخذ الكار ولا ناخذ الطوموبيل ولا ناخذ باش نمشي. الفكرة هو ان كنتمنوا على ان اكبر ديستانس يمكن للانسان يديرها واحد المسافة ما تفوتش 5 كيلومتر يلقى داكشي اللي خصو يلقاه. دونك هذا هو التصور باش غادي دونك باش ننهي كل ما قلت كاين اصلا نعاو بان جهتنا هي اكبر هي الجهه اللي اكبر تلوث واكبر تلويت لما ان نسبه يعني اللي غازا يفيت سير ان اكبر عدد من عندنا حنا وحنا كنشتكيو منه. ممكن واحد العمل كذلك للحد من هاد الغازات الملوثه والحفاظ على الماء وتنمية المناطق الخضراء اللي حتى هي كتساهم هادشي الجهه ديالنا الصاق لهذا